مجموعة بسمة دولية على طول بنشجع الشباب على التطوع لأهميتها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنمية الشخصية. واليوم نحن لقينا الفرصة المناسبة لنقدر نتطوع بمركز الاتصالات التابع لمستشفى رفيق الحريري الحكومي لنقدر نتخطى سوا هيدي الأزمة الصحية اللي عم يمر فيها لبنان. ونحن ندعي كل الشباب بمناطقهم يدوروا على فرصة التطوع لأنه كتير رح تساعد لنقدر نتخطى الأزمة. من بداية أزمة كورونا مجموعة بسمة كانت متواجدة على عدة أصعدة، أولاً على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر الوعي حول فيروس كورونا أو كوفيد-19، أو على الأرض تحديداً اجتماعياً من خلال تقديم المساعدات إن كانت غذائية أو اجتماعياً. وهون كمان بنرجع بنأكد على دور المجتمع المدني في تخطي الأزمة.